خطوة إن شاء الله للوصول للمباراة النهائية. وارد جدا كمان تكون مباراة قمة، نادي الزمالك بكرة كمان هيلعب قبل ماتش النادي الأهلي، هيلعب مع طلائع الجيش، والكسبان إن شاء الله يكون الأهلي كسبان هيقابل إن شاء الله يعني نادي الأهلي في المباراة النهائية. وارد جدا تكون مباراة قمة أخرى أمام نادي الزمالك. نتمنى التوفيق طبعا لفرقتنا ونادينا المشوار الطويل اللي جاي بإذن الله.